بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعشر كنيسة دحات كتابك ألفية الصودي رحمه الله وحو كسو هذا لا صحيح يشروط ديسا شن شردي إن الله شرديه اتصال السند راوغي إنو عادل ضابط أو يهي علنا إنو كمرن يهي شدودنا أو كمرن يهي وحونا نوشا يهي سحادة إيا ضعفك ظاهر كأم بالحكمين أمانا قطع ما، لكن أحاديث متواتر كأما أحاديث صحيحين كوحي آن لنقدين مركا أيو قطع إيا قوان بفائدين يانو إنو نبقو يروعو صحيح أيهين والقوين كرا مركا حدا عشر كان مانتا وحوغا هدليا أرين حوغا المدقفكي مصطلح كعصب إنه كل بضانتا هاي، لكن هدي لفوضا يفوضان كرتا أرين تاسو حوي سيدا قفكو نصب كيسو أبترسو إليه هاي هبل 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 أبو يالكس أوتب سردو علمي غانا خاصة الحديث كأبترسو إليه وحوي صحابذي نبي أحاديث كقبتين صحابة ويك على بنايانه دد وحاجر أحاديث آد وحفظي سيد أبو هريرة يا عائشة ابن عباس ابن عمر يا جابر بن عبد الله تسي أصوك لك تابعين تينا دد بدن أحاديث وحفظي أو كلا طبقات سيد سعيد المسيب يا أبو سلامة ابن عبد الرحمن بن عوف يو قتادة زهر يضد بدر طبقة دي كدم بي أيقنا دساس أحاديث حفظية أو شعبة يو سفيان الثوري يو ما أنت مارك سفيان بن عيينة يو مالك وهكذا طبقة والبا مارك نوالبا الرواد وليها مثلا غير مدينة ده حديث كمشهور كليين غير مكة غير شام غير بصر غير كوفة وهكذا غير مصر مرك وحاج جرا أسانيد استبقى عذاب جرا علوم هذه مرك الضمبة مرك أحاديث لسوء أروري أي وحي إسكو خلافين مجرا سنة ضليه كرو سنة كاسة أو أصحسن سيد مالك وكلواني وين نافع وكوريا وإمام وين ابن عمر وكوريا مرليه كرا سنة كاس مالك عن نافع عن ابن عمر أو أصحسن هيركو فمثلا أعمش وكلي وحو كوريا إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ملاني كرك الدنيا ذا أسرع أو أسحسن مركب وحير هذا العلماء وحافع عن إنا لديهن سنة الكاسة أو صحيح نبض إنا لديهن إن لقى جوكس والله كرا من أصح الأسانيد أسانيد أو صحيح سن أيو كميديا والله كرا يقين يا لديه كاسة أو صحيح سن لكن علماء قاركود إن لقى جوكس ضافع عن لكن قارن كجوكسنو قالوا والبابا مركب ميلي رجحين عشركم مركز وحوكو سابسين هاي مانتا أهرين تاسكو سنيو علميقا أبترسكيس رقا هذا نو إيمان دونا أوليلي هاي أساني الدود هو أسحسن هادو كتاب حديث هادي آم باللون سند كيبا كوكو سوا مرا يانا واقو سدونتا مركا لما بيضون صورنا فلان كو علينا وعشر كيكو حيرانتا هاي وما الويدوان يرسو داهني تنكا لنا حوغا عشر كاب بالك لو قدوبا يو ايالا ددك سنهي مركا لبا بيدو هرو انصو اخرين يو عشر كدن بهادا مانتا كحيران ايان كسو علينا والوقف عن حكم لمتن او سند بانه الصح مطلقا اسد واخرون حكموا فضربوا لفوق عشر ضمنت الكتب والوقف ان لقى استاغوا عن حكم حكم لمتن لو حكمي او سند اما سند متنيا سنة الله حكميه مثل ومثل وحديث إلى ما الأعمال بالنيات أوكله سنة وأدو إلى هذا مالك عن نافع ابن عمر أوكله بأنه الصح وأصغى وصح نبذ المطلق الإدلاق هم بالسنة والبورين أصغى كصحيح سنة إن لقيت جوك سنة أسد وتوسلام بدن والوقف مبتده هذا أسد وهي خبر كيد تاسع أسد وتوسلام بدن لماذا مركز هذا السنة كاسا وصحيح سنة معناه وحل هذا السنة كي رقب بدل وككو بيني هاي سيدا مثلا الأعمش عن إبراهيم
علقمة رق بدلو ككوبين يهي رقاس نوال با إنو إنت كلاو كهير سرهيو وحلا قاري كرماها مركا إن لقد جوك صدافي عن مركا وآخرون كوكال حكموا يحكميين أو يحكميين سند أو معينة أي أصحية حكميين فضربوا وانا اسكو خلافين لفوق 20 يعني اضرابا منتهيا يعني اختلاف كو انتو هنا لفوق 20 طبعا ضمنت هالا للمنسيي او لغو قري الكتب وكتبته علمك كالي باب كاس كما يسجوك سنة وانح قالونا وحيدين سنة كاسا اصحصن او مقرتي او سنة معينة اي رجحين ارنت اصنا كتبها قار كود اي كورنتها قلوب الباء ما انت ماركيسا سند معينة اي اسحي احكمتي وحين ابدا انت قلوب الباء اني احكمت عدة ايضا تقاني خاصة اهل بلد كود اني ما انت ماركيسا اسحي اي ما انت ماركيسا اي احكمان وحاد عضي سيد او احمد الدارمي او وريي وحيري انك وكيع لجوغنا أنا وحوي دي فليح عن القاسم عن عائشة أما أعمش أما منصور ساسو كله أما سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عن الأسود عن عائشة أما هشام بن عروة عن أبيه أو عروة عن عائشة يا صحن مبذن مركز وحوله هاي سنة كسفيان صحن مبذنه لا نعدل بأهل بلدنا أحدا تذكى بلد كي نجوك وقفنا لما سمينه أحمد الداري مسكون وحيري أنك وحن دارنا هنا هشام العروة عن أبي عن عائشة سبطوا أهل بلد كينا وحن مقل الجرني أيقو سنة كاس حوغا حوجية مركو قلبوا البابا سنة كي أخبره لها أما أهل بلد كيس أي رجحين وآخرون علومك لحكموا ويحكميين وسند معين اي اسحي حكميين فضربوا واسخلافين اضرابا اضرابا منتهيا كنت هنا لفوق 20 طبعا وحكى بدنه ضمنتا للمنسيي او لو قري الكتب كتبته فمالك عن نافع عن سيده وزيد مال الشافعي فاحمده وابن شهاب عن علي عن ابيه عن جده او سالم عن النبي أو عن عبيد الله عن حبر البشر هو ابن عباس وهذا عن عمر وشعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن ابن قيس كرة وما رواه شعبة وما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد عن شيوخ سادة مركب وحنوشيغا أو نوسر دينيا أسانيدي قلي ينكي لحق شيء أو قلول بسند أي ما أنت ماركيس أي رجح ذي قلوين كاس أيو ما أنت ماركيس نوسر دينيا قلو البسند كي رجح ذي وحير قلوين كاس قلا كمدة هو بخاري أيا وحير هذين فمالك أي فأصح الأسانيد أسانيدا مدة وصد أحسن مالك إمام مالك وي إمام دار الهجرة عن نافع نافع مولى ابن عمر كورنية عن سيده سيد كيس أسقى حرية عبد الله بن عمر كورناية وزيد وحال قدري هذه حر الله ساقع ما حديث يرواي للشافعي أسقى هذا عن مالك أو كوري وزيد فأحمد أحمد كيس القدري أحمد إمام بن حنبل هذه أو شافعي كوري معنى أحمد بن حنبل عن شافعي عن مالك عن نافع بن عمر تاسل كوري إمام بخاري أصو حوض دورتي أصح الأسانيد إنه مالك عن نافع عن ابن عمر لماذا مالك هرتوان آدي آد إمام الضبط يثقل ويقال ضدك الضعفاء أنا وحبه سك قاذن جرين حديث كان آدي آد اهتمام السيجري ده نافعنا أصونا موليه سي ابن عمر أيوه كقاتي صحابة أيقوب النقد ملها مركب مالك علم هذا وحيوب ذي النجم الصورة أيقوب حيانه مركب حافظ الحجر أترجمه وحولها
رأس المتقنين وكبير المتثبتين ددك حديد كالسوغة ددك مضاح دوءه يددك وحه بالسنة أيو إمام إيهاي سادرت إذا ذكر الحديث فمالك النجم السنن حديده مارت السنة نجم إيهاي مالك مركوى إمام كاسوين مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي أسل كسر هاري يمنغها لكن حليف الأهرير بني تيم طلح بن عبيد الله أبو بكر عدو أيوه حليف لها وحو لنتي بقول يسقاشن بقول يتضباطن يسقال كأيو لنتي نافع سقن ومولى ابن عمر أسقن بقول يلواتن كيو لنتي وتابعي عبد الله ابن عمر رحمه رضي الله عنه أسقن ما أنت ما أركيسا وحو لنتي تضباطن يا أفرتي أيو لنتي مركز سنة كاس قارا مركز وحيرا ذن هدي هرا الله صوكو إمام مالك أرضب بدن وليها أرضب وحكو ورسي وحا أقوم بدن وقو حوق بدن شافعي أقونا إتقاب بدن أقونا فقيسا مركز حديث هدي أو شافعي وليو عن مالك عن ابن عمر وسلسلة أرضب شافعينا وحا أقو حوق بدن أقوم بدن إمام أحمد بن حنبل مركز انتهر مالك عن نافع عن ابن عمر وحا اسكال قول كاس بخاري شافعي ان لو درنا وحا اسكال نين لا يراهدو ابو منصور عبد القادر ابن طاهر لا يراهدو مارت عبد القاهر ابن طاهر التميمي نين كاسا كو دراي امام احمد وحا كو درن نين لا يراهدو ابو سعيد صلاح الدين الحافظ العلاء نين لا يراهدو او شيخ العقراء خليل بن كيكا لدني لي راهدو نكاسا كوداري مركا سنة كاس لكن او احمد او شافعي او كوري عن نافع عن ابن عمر وحيرا ذن هل حديث او افر حديث او اسكوداري امبا كويمد حديث كلا قوة ايمانه وحديث لا يبيع بعضك على بيع بعض قف وحو قطي وكدول قذن ونهى عن النجش نجش قلو حي قفك او سعرك لغوك اي اظن بيع ربين قفا سعرك كفو غينيسا ونهى عن بيع حبل الحبالة نف ما انت ما اركيسا علوش كجرة وحا ايضال الدونت ان لا ايبيو ونهى عن المزابنة مزابنة وحاوي وان تمرتي وقيتك كتالة تمر الكتالة لو ايبيو مقرد مركا حديث كاس ام باكو يميد مركا قول كاس مركا مالك عن نافع عن من عمر وحا كتغي نكل إلى هذا البخاري سيودنا وحورها هاي وهذا أمر تميل إليه النفوس وأرن نفط أولا حنيسو وتنجذب إليه القلوب قلب أجيد مايو خطيبة وحوكوري عن يحيى بن بكير أيو وحوكير لأبي زرع الرازي أبي زرع الرازي وأن الإمام وهذا البخاري إيو معاصر لها آدنا حديث على الكيسنة أي ويقاني أيا وحويري يا أبا زرع أبا زرع ليس ذا زعزعة عن زوبعة زعزعة وشقرت الجيدة مرك الدبيش هو قفل ذا الجيدة أسكون عن حياة زعزعة لي هذا زوبعة أنا وحال هذا دبيش أنت كعب إرك أسكون تفتا معنى قشن قشن لوجود دري ما أهنه إنما ترفع السطر داهت سا وقاضي سا فتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة النبي صحابة وبتفير ساو حدثنا مالك عن نافع عن عمر بركة تراده ووح عد أدوجدوك وده ما شقر جدو يوح مارتي قش نسكون على عيو قب قع ماني وانت ده سأقاده أياد نبي عليه الصلاة والسحاب ذي الجيس معنا وحوي خبر كزين السنة كسوي ماذا وخبر صح أبي كمان لبعانه فمالك عن نافع عن سيدي وزيد مال الشافعي فأحمدي فأصح الأسانيد يا أسوى قدر يسا مساند مدو أصح سلمالك وحنا فعن كوري عن سيدي وزيد وحال الزيادة مال الشافعي شافعي روايدي سوء مال كوري فأحمده أحمد ما أنت ماركيسا روايدي سوء عن الشافعي كوري وابن شهاب عن علي عن أبي عن جده أو سالم عن من نبه وابن شهاب وقيل وحال ليري أصح الأسانيد أسانيد متك وأصحسن
ابن شهاب الزهري عن علي وزين العابدين او كوري عن ابيه ابيه عن ابي ابيس او حسين بن علي او كوري مقرت عن جده او وقيس او علي بن ابي طالب او كوري او سالم او روايه الزهري زهري روايديسي عن سالم سالم بن عبد الله بن عمر او كوري عما النبي هننكي ما تكر نقضي اون المعروف وشرف يقيم عنكو ان نقضي قولك لا يقو حيليه انك اصح الاسانيد وحان اسقرنا ابن شهاب هدي علي بن حسين زين العابدين او كوري اسنا ابي حسين او كوري حسين علي ابي علي بن ابي طالب او كوري كاسا اصح الاسانيد ليرى هذا قول كاسنا اسكال عبد الرزاق السنعان ليرى هذا قال كلا وحي ليهين وحوي ابن شهاب ابن شهاب رواه اصح الاسانيد ابن شهاب عن سالم او كوري سالم بن عبد الله بن عمر عما النبي هنك نبيه نقضوا ابيه ساها هرت ابن شهاب مقعي سبحان ليرى هذا محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري بن الزهرة وابتيالك النبي عليه الصلاة والسلام غلاس وكسو جيدا واتابع انتي ير يراوي بقول يأفر لواتنك ايو لنتي ورق حفاظه حديث اد يأدو قبتي ايو كمدانين ادو حين البدن واهام علي نوا علي بن الحسين زين العابدين نكي فضل قبضنا عبادة يتقوى بضنا شرفتنا بضنا ما لنتي وحالي ألف رقع وتكون جلال إلى هذا قصص كيسا وحاكم إذا ما لن قريا كوكوتي وجوغا سوى تكنا يدبق بصدي مركاسا لجل يبنى بنت رسول الله دبك كعر سلاة دي وسكوتي إلى دبك أوكدهم وحالي رمحاك ورع دبك وقع ويس وحي رحام بكم مشغول سنة ودبك آخران كم مشغول سنة مت كان حب ومهل نين آدي آد فاضل أهوها مركي أبو بكر عمر لويديه وحو يري حد حقي كجيران عليه سالير النبي قلنا عيال كيس اي كجيران سيدي هذا النبي قلنا دوبي هنا مركي نولاين ودوائين وير اخر ودوائين يعني. مركي واحد شعاد اي دردال اولاد اهل البيت كايو صحابة خاصة الشيخي قلنا حلقا يعني وحكا جيران مركي وبنتو دوي اهل البيت كشرف فضعة ولي قد واقي جعلاين صحابة ابو بكر يا عمر علي لو حابوه وحولي جري ninkii yiraahda Abu Bakar iyo Umar Cali ayaa ka fadli badan sida qofka maanta ma arkaysa qofka qaadifka loo jadlo oo muftariga ayaan u jeed lahu dhahay sababtoo ah bacda nabiyillaahi sallallahu calayhi wasallam ummadan Abu Bakar Abu Fadlan thumma Umar qofkii qowl qowlkaas aan ahayn keena qofka gabadha muxsanada qatfa sideetalka jeedal oo lagu dhuftan ku dhufanaho dhahay marka asaanida ugu asaxsan waa kaas علي زين العابدين وحول انت اصقو مارتي لبي سغاشن كي ايو دنتي ابي سنوا حسين بن علي بن ابي طالب سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته اصقنا رهير عراق دلي مقتقي يزيد بن معاوي وخلافته هيستي انت رهير عراق يا رين وكونوا صرنا الهن اي هدنا حبدي كسو فوريين هدنا أسقى كنت لحنا يكوي يو شهيد القضي عن جدي هنا وعلي بن أبي طالب أسقى سنة كي أفرتن كأي عبد الرحمن دلي مركة تسقول كاس عبد الرزاق إسكالي يعني وقيل في أصح الأسانيد ابن شهاب عن علي عن أبي أو سالم أي وقيل وحال في أصح الأسانيد سالمون سالم بن عبد الله بن عمر عبد الله بن عرويل في سيواي وحال أشبه أولاده بأبيه أصدقى أقوأك أبيس حقا نقنك يهجيك مدك لو حيث لي جينا رقي تابعين تها ضدكي هرا صحابة يقف أقوأك سالم بن عبد الله مؤوس جرين بن عمر وحيانا انتي بقول يا لحظة كي مركي بقول يا لحظة مركو هجرة ذو إهد عما النبي عدي النبي نقضي قول كاسر مركا وحا إسكالي أحمد بن حنبل إسحاق براهوية وحيدان سنة كادو ابن شهاب عن سالم بن عبد عمر يا صاحب الاسانيد. دي مالك سالم كما وري كرواسطه انه وري مانا مسو قارن لكن نافع وقت بو سو قارو
نافع بقول يا لباتر انت، لكن سالم حول انت بقول يا لحلي مالك مسو قاري كرو اما عنو يربو بقى مركا مسو قاري كرو مركا. قول كان دمو سالم ابن شهاب الزهري عن سالم عن ابن عمر وحاسكال احمد بن حنبل اسحاق وراهويه، وعن عبيد الله عن حبر البشر هو ابن عباس وهذا عن عمر. وقيل وحال في اصح الاسانيد ما رواه الزهري اسو قدر الزهري وحي او وريه زهري او قدر عن عبيد الله او كوريه عن حبر البشر بشر كعالم كودي هو ابن عباس واي، وهذا ابن عباس كان عن عمر وكورنيا. قول كاسوحا اسكاله نسائي الغسو قوري او حليين اصح الاسانيد وما رواه ابن شهاب محمد بن مسلم عن عبيد الله. عبيد الله كان ابن حلل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أوجس عتبة بن مسعود يا عبد الله بن مسعود أي أسرع الشيء. وحنا كمدي هاي السبعة وما أنتم أركيس فقهاء هذا الفقهاء السبعة في المدينة أيوة ما أنتم أركيس كمدي هاي. وحنا ننتهي أفر يسقاش كي هجردو مركيه. ابن شهاب عن عبيد الله عن حبر البشر هو ابن عباس ويا عبد الله ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول انتي لحدا يسديد يقول انتي. وهذا مت كان عن عمر ويا مركز سنة كهدي أو يهي ابن شهاب الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس عن عمر وأصح الأسانيد قلوا ينساس يرادينه قول كاس النسائب إسكاله. وشعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن ابن قيس كرة. وقيل وحال إلى أصح الأسانيد شعبة أي ما رواه شعبة شعبة وحوري عن عمرو بن مرة أو كوري عن مرة أو كوري عن ابن قيس كرة المر. قالك لو حير هذين وحيفض لن شعبة وإمام آدياد وين شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي الواسطي وانكو الامام الشافعي لولا سفيان وشعبه لضاع الحديث في العراق وهذا يعملها ذاي مركو وترجمه وحورا ان كان مركو وحوها ان ادبك يشعرك يراويته شعر يوها سو ادب ادب الجوغي مركو وين هذا وحر وحاكو انفع ما يا حديثك طلب مركو دم حديثك وجيستي رك شعراءه واوين ولا سعون جيري قتادة ويمت قتادة مركز شعرك أدبك وآذو جعلها مركز شعرك وحجر حديث الشيء حديث وقد انجر مركز ما دوحون نقضي نزاهدة وحونا يرانتي إذا هدان حديثك ضلب لها رقوة وين وشعب يتعصحى تابعين تواوين أنكواري لها ما قرت وأتابعين أدوا وين أنكواري لها لكن أساق حديثك أخذ يساعدها لكن وحون نقضي إمام أئمة الجرح والتعديل مارتي حق الزهدي عباده يخير ورن يشرف ورن يكون كلنتي والطبقة السابعة وحول انتي بقول يلحظك يقول انتي عن عمرو بن مرة. عمرو بن مرة ابن عبد الله بن طارق الهمداني المراد الجمل انك اللي يراه ذواي وننثقاه وحول انتي بقول يلحي طبنكي عن مرة مرها سماهن آبه سماهن مرها وحالي رد مرة من الشراحيل مرة الطيب نك اللي يقانه تضباطني اللي حذو لنتي شرح أحمد شاكر يترمس يا وحاد عينا يردان وأبوه لكن تاس واخضع وايو وحوي مقع أبيس يمقع الشيخ يسا اسوافقية مرها أو عمر بن مرة أو كورنا أبيس ما هني أبيس وحالي رد مرة من عبد الله بن طارق بن الحارث واي لكن شيخ يسوى مرة من الشراحيل مرة الطيب نك اللي هو يقانو إمام وينها عن ابن قيس كرة مرة من الشراحيل وحول انت تضباطني اللي حدي يقول انت عن ابن قيس كرة ابن قيس كان وعبد الله ابن قيس أبو موسى الأشعري أسوقنا أفرتن كأيو انت سحابي أفرتن إلا بدل انت سحابي كي جليل كا مركة كرة وحولي أي مرة سبطة روايك شعب عن قتاده أيام أنت ماركة يسار نوع ما دونته شعب عن قتادة نوع ما دونت.
وشعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن ابن قيس كرة. وأصح الأسانيد ما رواه شعبة وحورية عن عمرو بن مرة أو كورية عن مرة أو كورية عن ابن قيس كرة المر. أو ما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد عن شيوخ سادة. وكبر يري شعبة مركي أو كورية عمرو بن مرة ومر مركلة. وأيضا شعبة لفضل وحوي. أو ما روى شعبة أي وأصح الأسانيد ما روى شعبة وحوري عن قتادة أو كوري إلى سعيد أي عن سعيد أو كوري عن شيوخ سادة شيوخ أو سيديال أو كوري. يعني شعبة دو قتادة أو كوري. شعبة أسوأ ترجمني قتادة وانك اللي يراهدو قتامة من دعامة السدوس نك اللي يراهدو أبو الخطاب البصري الأكمة. وعدد حوها حديث هي تفسير هي اللغة هي تاريخ هي أيام العرب باب علمي لو قال كريم بها رحمه الله. وحين رد انتي بقالي طيب طبنكي أيو لنت آد بونا أنا سقوري إلى سعيد أن عن سعيد لغوري وسعيد بن المسيب بن حزن وأنك سيد التابعين اللي يرهدو سقاشا يصدح لي بقول انتي أبي سأوقي اسم الله بس حبي أهاي عن شيوخ سادة شيوخ وسادة وصحابة إلى سعيد بن سيوحوها تابعين تلحن حقيوها دي عمر بابا وسو قاري والو شكي الرواية دي عن عمر ممر سلام سوا صحيح لكن كل عمر مركو اللي بنا يعني وحق قرطة أيوها لكن حالي إذا عمر أقل يدي سئية وحيالي وحكومة جري قضاياتك وحكومة جري أيو راح راعي جرو أعرف الناس بقضايا عمر عمر وحيالة وحكومة يقضيوينك صامر أو عمر أو حكومة إنك دتك ويا قان أيوها مركز شعبة هذو قتادة كوريو قتادة سعيد المسيب أو كوريو سعيد المسيب أو صحابدي وكوريو وحي رادان وأصح الأسانيد هذا الكاسر وحالق صارري نين لجرى حجاج الشاعر ومسلم يشيخ هذا مقرته. أو ما روى شعبة وأصح الأسانيد ما روى شعبة وري عن قتادة أو كوري إلى سعيد أي عن سعيد أو كوري إلى بعنا عنوان عن شيوخ أو كوري سادة أو سيديال إلى صحابة وين وحكا قاتل مركة. ثم ابن سيرين عن الحبر العلي عبيدة بما رواه عن علي وحال يروى أصح الأسانيد أسانيد مدى أغوص حسني ما روى ابن سيرين ابن سيرين وحولي عن الحبر العلي ننك عالمك ها أسري عبيدتنا ها أوكوري بما شيء رواه عن علي أوكوري قالك لو حير هذين وحاءت شيء يسألون ولا قصر ريها يمحاه يسان مقرتي هذا ذي وحاء أغوص حسن محمد ابن سيرين اي انصارها البصري اي امام وقتها في العلم والفقه وتعبير الرؤيا رؤيا تعبير كده ايو ما انت ماركيس بلا يقواها قصه ذهابك الشكايه ظريفه او رؤيا دي تعبيرك وحيرنا وحير وحن كرياده خادمك او ويل وحي قال عناي وحير قري لقي كرغي وتغي ها كل الى غري ناق مد اسك ليسو خادمتها او جوغ غري مركب تغ عنت لو كان و خو يري خادمك اد شيغيسد انت او تا او تكتيد بل ن يا ناق و خو يها سافير خادم ناق اسك ليغايا نين بوو نقدو دا بل ايدا انا عداد كلو داكي سودا مركا رؤيا كلو فسيرا وحو ابن زبير وحو اركي اسوغو عبد الملك انتو رتي افر توري كو دفتي مركاسو نين اسافر ويري عبد الله بن زبير هي سافسر ابن سيرين نينكي انتو يمد وحو دا رؤيادان ان اركو عبد الملك انتان مارتي رتي افر توري كو دفتي سوير اديق ما دان اركن ابن زبير اركي سوير صح ابن زبير اي صادر سويري ما تقاناو دا عبد الملك كا اتكان دونا أفر ويل أو ألانا ماذا حين نقول دهنا نك أنت وفقير عبد الملك مروان أتقو أشياء أو واحد أو كلا العق أو كسوة حابسة
رؤيتي سدو فسيرين نقطي ذهب وحوك الشيء تعبير كرؤيه وحوك هذا عجيبه كواه مركن عجيب ضنه كل بقول يطمن كيبه ولنتي أصي حسن كمسيرين أيها الدلبان وفاضلون الرهار بصرة هايو وأكو فقه نحو هذا مثال الجالس الحسن أو ابن السيرين وأكو ليجرو دلبان إنه فقه يعلم يخير بوضله هاي حبر العالي قال عبيدة وحال يرى ذا وعبيدة ابن عمر السلمان نك اللي يراه نك أسي أسوأ طريقه كسوجرة وقت النبي قو إسلامي أسوأ طريقه كسوجرة النبي إنه أركره يا نبي جريس أتم مرك إنه سحاب إنه قد وحي ربا كحقي مرك لكن وحوان ما تفاض له أد فقه يقله يأد يقانه شرح يأد يولت شنجرة اللي يراه ذا مركب حال إلى هذا عبيدة بن عمر السلماني ومخضرم وين واي وحول انتي لبي يسطباتن كأيول انتي بما رواه عن علي وحي وعلي أوكوري معنى ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي الصحب الأسانيد قول كاسنا وحا إسكاله عمر بن علي الفلاس يعلم المدين عمر بن علي الفلاس ومشايخ الكتب الستة أيو كميدي هاي قار كلي كميدة خاصة شيخينك وأنا من رجال الجرح والتعديل أو أحد أركيسا ضعف أما وثقه الفلاس هي كتب الجرح وتعلكوا أركيسا ثم ابن سيرين أي وقيل وحال إلى أصح الأسانيدي مقرتيث وثم بعد ذلك أصح الأسانيدي ما رواه ابن سيرين وحوري عن الحبر العلي عالم كي سري عبيدتنا عبيدة بن سلمان واي عبيدة بن عمر السلماني واي بما رواه حوك ولي عن علي كذا ابن مهران عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود الحسن وقيل وكذا وحال مذا ما قيل في اصح الاسانيد ابن مهران أي ما روى ابن مهران وحي أولي عن إبراهيم أو كولي عن علقمة أو كولي عن علقمة عن ابن مسعود الحسن المسعود كي وناكسنا ابن مهران كان وسليمان مرء الأعمش لقب كي سوكو مغحليريا وأن آدي آدي حديث آدي نؤيقاني أساني داد سيمرتو نبضن أو نكت بضن وهاي أو مارتي قسوي فرب بضن له معلم حاد عدي حديث السيد اللوغة قاعدة آده ولبضنا مركا وانده لآنينا وذي ورقي حرتي حديث كميدة مال إلا مركو قيئي وحويري والله إنا نقولك يكوي حلي إلا عدد انتا سو حديث إيش يكتو حديثي مركي أو كسو قرتي أو سو وذي نين كانوا أوي تاكتيكي سمقالد مركو كسو لواذي ورقدي حديثة كسو قرتي أو قفو ليفتي magaaladii markuu soo garay qabta ninkan iga qaado waxa ahaay hadii la qabtaba wax hayaba lama arko warqadii dadu u dhiibtay hadhow yiri waxan ku sheegay waxba kama jiraan wuxuu yiri anta ajallu min an takdiba ala rasuulillah adiga thiqaato la ina nabi ku been abuurtid macquul ma la hadithi wa ka qaato dhahay bada ka cabo dhahay markaa asagana diblo aha mar waxa la yiri eeyo guriga u joog jiray markay xirto ay soo gala shucba iyo dadka kugu wax leeyay ما مركز مالت دمبيتا يسوغر ايجي او ايجي المركز سوير مات الذي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر متكي معروف كفرج المنكر وارنت مركز نندي بلوها لكن علوم ماذا هوري دتك نبلويالك وصبر جيران حديثة ايكا قادن جيران ماذا حدي او كقراعو وحول بهدي ومات مركز حديثك الله وصبرا لكن دتك مات الا سبسواوايا دي اهلا سبسوين با هل حبوا الدين مبرر هاي أمبا نصر الله السلام مرك إمام وينو هايو دي أساني دي ساسي أتسي برتا إبراهيم كان وإبراهيم بن يزيد ابن قيس النخع ننك اللي يراه دواي وإمام وينها أسأل تابعي وها مارت عن علقمة أو كوري علقمة أنا أسأل وحلي علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة أسأل وان المخضرمة آدنا عبادة بدنا لبي اللحن كي أيوة لنتي عن المسعود الحسن علقمة عمر بن الخطاب حديث كإنما الأعمال كبرية ما هن علقمة كاس علقمة من وقاس الليث يا لي رهلا
كان وحرت ابن مسعود لكن نك حديث كذا من الأعمار كليات كجرة على قامة ابن وقاص الليثي اللي رحنا كان على قامة ابن يزيد اللي رحنا كذا ابن مهران أي كذا قيل في أصح الأسانيد وحلويري ابن مهران أي مروى ابن مهران وحي أوريه ابن مهران وسليمان بن مهران الأعمش وحول انتي بقول إي أفرتني سديدي عن إبراهيم أو كوريه إبراهيم بن يزيد بن قيس وحول انتي سقاشني اللي حذية سوق اللي بدأ لن يراه عن علقمة أو كوريه ضرورة أهان وتنوينية وحوي سنة 62 لسوا مخضرم عن مسعود الحسن دي قول كان وحا إسكاله لابن معين أي إسكاله سنة كان مركوا سنة كوفي أهواي وولد القاسم عن أبيه عن عائشة وقال قوم ذو فضا لا ينبغي تعميم في الإسناد بل خص بالسحب أو البلاد وقيل في أصح الأسانيد وحالير ولد القاسم قاسم ولد كيسي عن أبيه أو كوري عن عائشة أو كوري ولد القاسم كان وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرك محمد بن أبي بكر الصديق أسماء بنت عميس عيد الشيء أووه صلى بعضنا وحوي مارته أبو بكر رضي الله عنه مرك وسنة رأي أبو بكر أها مرك عائشة كسوجي إذا مرك قول كاسنا وحائس كله ابن معين يا إسكال مركب ابن معين الله بقول وولد القاسم عن أبيه عن عائشة وقال قوم ذو فضا وولد القاسم وقيل في أصح الأسانيد وحلي ما رواه ولد القاسم وعبد الرحمن القاسم بن محمد أبي بكر وتابعي يرى الله بقول لحي لواتك يقول انتي عن أبي أبيس أو كوري وتابعين توين بقول يلحي ولنتي عن عائشة أو كوري مرك قلوين كاسو حي هايين قلوين كرها هاي أصح الأسانيد وإطلاقها قلوين كلا سو بودو محدثين تكبدا وحيدهن يعني لديهن أصح الأسانيد سنة كاسو هل يراهدو صحابة هل يقيدو أصح الأسانيد مثلا لأبي بكر أما أصح الأسانيد لعمر أما صح الأسانيد لأهل البيت صح لأبي هريرة صحابها لقو قيد أي يا الله إطلاق لي أدونك بسنة ذا هو أصح سنة أما ما قالها لقو قيدو سنة كرير شام هو صحيح سنة أما كرير مدينة أما كرير مكة ما قالت ساسير هذا كان وحا إسكال الحاكم النيسابوري دي علماء قفك فوق كتبها مصطلح رقي أوائل كاها وهو الرئيبة ما أنت ما أركيسا كميد أها وقال قوم قلوا حيرا دين قلدا صدوا في طانين فهموا صاحبة لا ينبغي مهبون التعميم إلا عمب في الإسناد السنة قل إلا أصح الأسانيد كذا إلا إلى المي بل خصك خصيص وفعل أمر كذلك أما بل خص وحاله خصيص بالصحب بالصحابة أو البلاد بلاد كل بهذه أن الهرين وحاتر هذا أصح الأسانيد لأبي بكر أما أصح الأسانيد لعمر أصح الأسانيد لأبي هريرة أصح الأسانيد لأهل البدينة ساس هل يراديه يا لدين أصح الأسانيد مطلقا إيه أما قف صحابي هل قو قيده أما بلد هل قو قيده ما قرأت تاس على مركة حوغا كله واد مودا مركة تيو هري مبالغة كجرتي لكن تن حوغا ووحن مارت حوغا لاعتباري كرو وقال قالوا وحيد هذا القوم قوم كاسو ذو في ضان فهم صاحبا لا ينبغي مهبون التعميم الا عمل بالصحب صحابة او البلاد او بلاد الا عوين لا التعميم الا عمل في الاسناد سند الا عمل لا يراد اسغا او اسحسن الدنيا بل خص وحاله خصيص اما خص خصيص تفليل كاس بالصحب صحابة او البلاد بلاد او حاتر هذا سنة كاسا صحابي قاس سنة كمركي لو ايقو سنة كاسا او اصح سنة اما بلدك تيبا كو قلو حيري فارفع الاسناد للصديق ابن ابي خالد عن قيس انما وعمار فابن شهاب بديه عن سالم عن ابيه عن جده
وأهل بيت المصطفى جعفر عن آبائه إن عنه راو ما وهن وحو يرفع أرفع الأسانيد أسانيد قمتك وصر رأي أول الصديق وصقنا ذي ما حديث واي سند واي رواه ابن ما نما نسبه ابن أبي خالد إسماعيل ابن أبي خالد كلي راض عن قيس قيس ابن أبي حازم أو نسبه ما رواه ابن أبي عن قيس نما قاس أوتيري أبو بكر أوتيري معنى سند كوسر صديق مرك اللي يراد وحديث كإسماعيل ابن أبي خالد الأحمس نك اللي يراد واثقة من الرابعة صح تعب أنت اللي راوي بقول يوحول أنت أفر أفرتني اللي حذي أنتي قيس كان وقيس من أبي حازم وأنك تعب أنت يقول يراد عشر المبشرين وكوري صاحب العشر العشر المبشرين بالجنة وكوري ومخضرم وين ما أنت ماركيسا وقت النبي قبل نين وينها لكن النبي قبل أمنا سوء قاري عليه الصلاة والسلام مركا قفك أسوء وقت النبي قبل سوء قاري خاص المسلم أها لكن عن رواية النبي عن كل هين وصحابة كوري مخضرم عليه هذا سببتها حق داء هذا مركي اللي يقول صحابة ولسيني حق الرواية دانا تابعين تولسيني ونبي قبل رواية كمالها مخضرم عليه هذا مركا مركا لبضان بقولوا ابن أبي إسماعيل ابن أبي خالد يقيس وهرير أحمس واسكو قولوا مركا أبو بكر سنة كمركا لقوري سنة كاسع وأصحسن مركا إسماعيل ابن أبي خالد وطبقة الرابعة بقول أفرتين لحيو لنتي قيس بن حازم وان المخضر مه طبان كعشر مبشرين بالجنة وحكوريو أسقو سقاشن كي بعد يقول أنت مركا فأرفع الإسناد للصديق ما حديث واي أما السند روى أوري ابن أبي خالد عن قيس كاسو نما أوتيريو نبي قو أوتيري يعني أبو بكر أوتيري كبعدنا أبو بكر نبي قو أوتيري نعم أي نسبه إليه وعمر أي وأرفع الإسناد اللي أرفع الإسناد ابن عمرنا فابن شهاب بده ابن شهاب موج أوكي كاسو عن سالم الأيراوي عن سالم الأوكوري عن أبيه أبيس عن جدي أوكوري عمر مركي لؤيغ وابن شهاب مركو سالم عن أبيه عن جدي أوكوري دي بدران وي بدانتا هاي إنو سنة كان أوكتمات أحاديث وابن شهاب عن سالم عن أبيه عن جدي مركز سنة كاس أي عمر مركي الأيراوي وقمضنا شبادان وعمر وأصح الإسناد لعمر فابن شهاب ابن شهاب بده موج وكان مش كاسو راويا عن سالم كوريا أسقنا عن أبيه أبيه و أبيه وحاكبنا وحل يراده ما أنتم أركيس إن حرف العلد اللي حرفه بأبيه اقتدى عدي في الكرم ليراده قصر قيا مارتي محل جيران ونقصه وقصرها من نقصه هنا أشهر وصمله جن نعم عن أبيه أو كوري عن جده أبيس أو كوري وأهل بيت المصطفى وأصح الأسانيد لأهل بيت المصطفى جعفر وجعفر عن آبائه أبيالكيس أو كوري إن راوين أو أسقى عنه حق سكولي جعفر ما وهن أو سواهن نقول أهل بيتك سندك أو أصح سنة وجعفر وجعفر ابن محمد ابن علي وزين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب مركا زين العابدين أيه ووأه مركا جعفر أسقى ورجاش ومسلم بخاري كما وريه لكن أوجس محمد ورجال البخاري ومسلم بوايه مرك جعفر هدي أو أسانيدس أو كوري عن أبيه محمد أبيالكس أو كوري وأهل بيت كسأو سحسن لك وقرمة إن عنه راوي الماء وهن راويك كور ندوس الله عفلق لماذا سأسلوا لي الشيعة قش والبنتين لسوا أردان جعفر عن آبائه
جعفر عن أبا كل قشن كل واحد وحي هوذا يجعله. هذا كتاب كان الكافر الكليني هذا في كتبتها شيء على بين كسي أكاذيب يقشن كستا وعقله جعفر عن أبائه كذا كذا جعفر عن أبائه كذا كل بين كل أبائه مرك. لكن جعفر أصدقها دو ننثقا كوريها لكن دو قيد كذاب ورافض وحكوري وحاليه بقتك أنا قلتك يبررفت هذا اللي ساس وقيد يا سبته الشيعة علمك لأي عقلك لماهن إلا إن أكاذيب انتهي تحان جعفر عن أبائنا بس عقلك لأمرهم بأيه قل ما أسكر دمان بس أي بين هذا صور رب رابه جعفر عن أبائه أسكليه مرك كل الدين تدو أكاذيب بحوي بحيالا كتو ذو كقرن وكل دتا دتك قيلة يدتك هوس يوم يالها جوغ قرافاتك يخزعبلاتك يكوشي كيستان إيه واح علمك الشيعة يكدكتان دتك مقيلين تا واح يكوشي كيستان كوا صاحب حكمة يو مركة قاركو ديو وحيالا عقل يكاد لكن شيعة ذو أكاذيب يوسخ انتي دجيان من بلدين جعفر عن أباه إليهم. وأهل البيت وأصح الأسانيد وأرفع الأسانيد لأهل البيت البيت المصطفى بيت كان نبي قال دورتي بيت كيسة جعفر أي ما رواه جعفر وحوري وي عن أبائه وقرب لكن إن عنه راوي راوي حقي حق كوري ما وهن هدوسا وهن ونقنا من ضعيف أو سنقنا محله قيدة لأن الشيعة يرافضه كل الأكاذيب جعفر الدوشة كساريا مركب بين لو هدي وكور يمي. ولأبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبي الزناد حيث عن عرج وقيل حماد بما أيوب عن محمد له نما. وأصح الأسانيد لأبي هريرة وحوي الزهري أي ما رواه الزهري زهري محمد بن المسلم حووري عن سعيد وسعيد المسيب وحووري أو أبو الزناد أبو الزناد وحووري يحيث عن مركي أو موقض عن أعرج أعرج مركو كم موقض. وقيل وحالي لحماد أي ما رواه حماد حماد وحووري واي بما شيقي أيوب أيوب عن محمد محمد نما له نسبي له لأبو هريرة بما أيوب عن محمد الإيراوي عن محمد نما له لأبو هريرة نسبي أبو هريرة والسكو خلافه قال وحلي أصح الأسانيد الزهر عن سعيد عن أبي هريرة قال وحلي أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال وحلي حماد بن زيد عن أيوب ابن تميمة السختياني ابن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة سنة كاسة أوس أحسن مركوا صدح قوله كجر تماش أبو هريرة الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أما حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وصدح ياسوي مركا قاركود بيبك تكتيك ساتو كليبو معناه قود ما لا اسكا قاطا شرط ما بيتك ان هذا لقب اسكولا ودا حرته لكن معناه قود هدي اد كا قادتي دو اكو فلانتا صدح قولا تعالى زوري واصومر ومحمد المسلم الزهري سعيد وسعيد بن المسيب سيد التابعين ابو الزناد كان محلل عبد الله بن ذكوان الاموي مولاهم بقول يا صدن كي ولنتي حديث كيس كتب ستة واوريا الأعرج نو حال إلى عبد الرحمن بن هرمز أسنى إمام ويمايو بقال يطبيه طبانك أيو لنتي حماد نو حماد بن زيد بن الدرهم منك اللي يراهن وبصري أها مالك يسكو وقت لنتي رو بقال طباتن إيو سغالك أيو لنتي وان إمام ويمايو حماد كلا حماد بن سلام الله يراه الجرى لكن إن كان الهر مريا وحق الثقة لماذا هذا الهر مريا أيوبنا وأيوب بن أبي تميم السختيان يعني الإمام وين ودي مشايخ مالك يكمدوها أدي محمد ومحمد بن سيرين مركز سلح ياسا قولا تعالى إن الله الزهري عن سعيد عن أبي هريرة كو صاحب الأسانيد أبو الزناد عن أعرج عن أبي هريرة
أما حماد بن زيد عن أيوب ابن أبي تميم السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة نصاص له. ولأبي هريرة وأصح الأسانيد لأبي هريرة الزهري وعن سعيد أو أبو الزناد أبو الزناد وعبد الله بن ذكوان حيث عن مركو موقد عن أعرج معنا مركو أي حيث روى عن أعرج عن أي ظهر عن أعرج بيتك أمبو سو قافية وعن أكان حيث ظهر حيث روى عمل بها. وقيل وحاليري حماد أي ما حماد وحاليري صح الأسانيد لأبي هريرة حماد بما شيء أيوب با راويا عن محمد أو كوريو مقرت كاسور نما له لأبي هريرة أنس بيو وتيريو نعم واسورونا انت بيت كانوا لماذا بيتك ختمينا لما كتى سفيان عن عمرو وذا عن جابر وللمدينة خضاء ابن أبي حكيم عن عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة وأصح الأسانيد لما كتى سفيان أي ما رواه سفيان وأصح بن عيينة وإمام وين أيها مانت عمرينة دمالك بي يرقوا وين الزهري كوضقاتين هذا هو حسو قارب بقول يسقاشن إسديدي شافعي قريس وحكوري ما أنت مارك يسا أفر سنة تليح سنة بس وكوري مارك وحال لها الشيخ يأردقيسي كلا أما ويل يأبي أويا كوضا وريناي سببتها شافعي يطبق ذو أيا كوري هذا أرددو ذا حنب بن حنبل يرق طبق ذو ذكرا هذا كسي وري وهكذا لمكة يصح الأسان لمكة سفيان واي مقرت وسفيان بن عيينة نكل يراه له مقرت أبو محمد الأعور الهلالي الكوفي أيها لكن مركز مريم كوسودي عن عمرو أي عمرو بن دينار أو كوري الجمحي وتابع بقول شيخ طبعا كول انتي عن جابر عبد الله صحابي أو كوري وللمدينة خذا وخذ قاضو أصح الأسانيد للمدينة وحق قاضة ابن أبي حكيم نكر إراد إسماعيل ابن أبي حكيم وحوري عن عبيدة الحضرمي عبيدة ابن أبي سفيان الحضرمي ابن سفيان الحضرمي وحوري عن أبي هريرة وحوري مدينة أسانيد وحوق سحسن ليها نكر إراد عثمان ابن أبي حكيم مولى عثمان المدني بقول يصدق أيوة لنتي واثقة وطبقة سادسة طبقة سادسة حاول نحجر وحوكرها ضد لقيابه تابع صحابه مركي إنه يسوق قارين نرل لكن أنا وحبا أركن صحابة أنا أركن أيوة طبقة سادسة كعبرة أسأل مسلم يا أبو داود النسائي بن ماجه كور رجاش البخاري كمجره شيخ أو كورين عبيدة بن سفيان الحضرمي اللي يراداه أصور واثقة طبقة ثالثة كمده معنا وطابعين تي لحاء سوق مسلم أصحاب صلى أربعة كوري رجاش أبو هريرة أبو بخاري كم الجيران لا بد أن نبى مركز هريرة مدينة السنة كان أبو أحسن ولي كل هذا لا ضر الحاكم بأسكاله وللمدينة وخذ لأصح الأسانيد للمدينة ابن أبي حكيم من إسماعيل ابن أبي حكيم المدني مولى عثمان قاضي عن عبيدة بن سفيان من الحارث المدني وكوريناي عن أبي هريرة وكوريناي كاسا وأسحسن وما روى معمر عن همام عن أبي هريرة أصح لليمن للشام الأوزاعي عن حسانا عن السحاب فائق إتقانا وغير هذا من تراجم من تعد ضمنتها شرحية عنها لا تعد وأصح الأسانيد اليمن أسغنات ما روى معمر وحوري عن همام وحكوري عن أبي هريرة أصح اليمن يمن وأصح لبدن وما روى معمر وحوري عن همام أو كوري عن أبي هريرة أصح اليمن يا أصحنا البدن أسانيدنا حقها أصحنا وليه
معمر بن راشد رير بصره مركور أهان جري حرتي وحو كمدها ما أنتم أركيسا الزهري أيو كمدها وإمام بوينو ثقاء وحو نرد انتي بقول يو كنتون يو سدح دي بول انت مركور رير بصره يمن مركي أو تقي أحاديث كوريان أبا عوري هذا الشيقة أنه دبر رير هذا يا علماء سير لا دبر قواري كودر هين ماشي وسكد دقي علم جي كقاتل مركب مركب ما عمل رش عن همام أو كور يا همام إنه منبه وأنا وحوا كتبي هرئي يقان إسرائيلات كأبدي يقان لكن ثقة وحاول ننتهي بقول يسود يكوي أنا أبي هرر وكوري أصح لليمن مركب معمر وحوا همام كوري أبي هرر كوري أصح لليمن بدل أنا معمر مليا كوري عبد الرزاق الصنعاني يا بدنا ما انت مركيسا كوري نعم وما روى معمر وحوبري عن همام او كوري عن ابي هريره اصحوا يا ابو سحلم اليمن للشام اصحوا الاسانيد للشام الاوزاعي ومن الاوزاعي عن حسان او كوري عن السحابي فائقون متكابواي اتقانا اتقان خير شام ايكنا امام بين اليهن إمام كاس أوزاعي يا لي رهنا مقعيس وعبد الرحمن ابن عمر أبو عمر الأوزاعي إمام وين ننقسي قصوين كلا سوقري وحاكم إذا ننكاس حق سوء لجهر جري مركي عباسين تأي قبصدين نوحا جري جري أبو جعفر المنصور إيو صفاح ذي رؤها أولا لي جري عبد الله بن حالي لكن أصدقائي أبو مسلم خراسان وحي أهيين لبن إنه حجاج كدر حق نقدار أنت دمشق وقف صدق وحان وكله دأمويين تنتو سكان ودكت اللي قدر حلو دي سادري واحد النحريس لا يرعى إلا ولا ذمة وحق إلى لنا يسنجل أوزاعي الله ياري هل كان هذا الرجل سيفه وتي بلادي تاقين وحبيل كورن لي كان عن دادين كورن مركز السنة كذو قبس طول يا عم عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل الدم ربي إلا بإحدى ثلاث مارتي النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك الدين حديث يو كان سوري أمواشا كورن هي بن أمية وحبيل هذا يجا حلال وهذا هذا حرام يجا كذا ذي كان حرام كاسيت هذه يجا حلال وهنا وكسي فكته مركاسا وحاسلي ولا سيفت قرمك ولا عدنتا مركي دم بعصقينا مركاسا عرق سعون عناي نمنكي هذه صيافين تاعنا باشي ميشا لق الجلنا يعني بل إن لي رادو مارت قارت سارة مركي دم بعو حاله يربل المساكات سكرة أنا أسلم ماذا حاجة هرت ذكرك دنتا هيو اسكب حوراي هدو بان اردا يقدويمي مركو يقدويو حاضر هي هدو كدلي دونا سالعقو بي كانو لعقتي مساكينتي وقبي هل نغريسي كمكين وحالي مركا نكان سا كوليس نكان ددل انو يهي او صفاق انو يهي اوقتاي ما حسا اوليس وحير موقف كقيامه تاغتان كسام كو مشغول سناي نكان هرتيس اي وخي سمارت ذاب مركز وتعلق له وحصى علوم اللي يراد هؤلاء دتك بعض الأمراض مارت أم البلوغة يأكلت علوم اللي بيراه له نعم مركز إمام وين أهان الكاس مركز ويلي يرأس كأجوان وها سو علم يخيرك وبرنا إلهي سبحانه وتعالى نا وحويري وحلي يا ورنا إلهي فلقي سب رعمر وزحول يرأس كأجوان وسكها واكن إلهي سبحانه وتعالى مقامك سو جارسي للشام الأوزاعي عن حسان أي أصح الأسانيد أو للشام أسقنا ذي الأوزاعي أي ما رواه الأوزاعي وحوري عن حسان أوزاعي مركز وحول أنت بقول يا كنت نضوذي بقول أنت حسان كان وحسان ابن عطية المحارب مولام الدمشقي وثقة فقيه عابد وحول أنت بقول يا صدنك يا وحير لجر أيول أنت حديث كان أصحاب الكتب ستوكو يراها عن السحابي أو كوريو أي أبو سرنا
فائق وهو سقنا فائق ككاب واي اتقانا مارتي سقطان سقطان ككاب واي مركا أزاعي وإمام وين مركا وغير هذا من تارب وللشام الأوزاعي عن حسان عن الصحابي فيقول تنا للشام أصح الأسانيد للشام الأوزاعي وعبد الرحمن بن عمر وي عن حسان حسان بن عطية وكورنا عن الصحاب وكوري فائق مت كوبي واي إتقانا سقطان كوبي إيه وغير ومنها وحاكم غير هذا كوان أن شغنا وحن هينو أو من تراجمين تراجم أه تراجمت فلان عن فلان عن فلان تاسو كلام تاسو تعد لترنايو وكتبها مصطلح لغو ترنايو ضمنتها وحان لحق لي شرحي عنها شرح أيها شرحي إذا كتب كتاب كيها يعني لحق لي وتدريب الراوي إلا وكتاب الأرى لا تعد هالكلام سوكو بكرو هدي منظوبة روا مختصرة حقا إن بالوغو تلقلي وحول بلمسو كوبي كارو نعم وغير هذا وحاو قدرس ومنها ومبتدى خبر كده حرفينه ومنها وحاكم إذا غير هذا كوان أنصو الشقن مدال هينو من تراجم من تراجمة معنى أسانيدا لقبضة تراجم تاسو تعدو لطريو كذا وكذا 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 لطريو ضمنتها وحان لحق لي شرحية شرحية أو تدريب الراوية عنها مارت شرحية أيار معناها كل شرحية ما قرأت آه. لا تعد هل كان لقوم سوكو بكرة ضيق النظم نظمي قال أيها ضيق مارك إن شاء الله بري